إن الخلاف في ذي الكفر بين العلماء خلاف مشهور، والجمهور كله على أنه رسول بدليل أن الله سلكه في مرتبة هؤلاء الرسل. قال قوم: لا، بل ليس برسول، بل هو متطوع بالموضوع. إزاي يعني؟ قال لك: قلنا إن سيدنا اليسع حينما كبر أراد أن يستخلف أحدا من الرجال يستعمله على المسلمين في حياته لينظر ويعلم كيف يسير، فلما اجتمعوا قال: من يتقبلني بثلاث، يعطيني ثلاث أستخلفه على الناس. قالوا: فقام رجل تزدريه العيب، يعني ملوش مهابة في الناس، فقال: أنا. فرده. ثم جاء في الغد وقال هذا القول، فقال الرجل نفسه: أنا. فاستخلفه في الايه؟ فاستخلفه في الناس بثلاث، بأشياء ثلاثة: يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. ثلاث أشياء مفروضة فعلها. وقلنا إن اشتراط سيدنا إلياس في السمن أن يكون صيام النهار وقيام الليل وعدم الغضب، دي هي موازين الحكم الثابت، لأن الصيام معناه كما قلنا أنه يمتنع عما أحل الله، فالذي يمتنع عما أحل الله أيرتكب ما يحرم الله؟ ممكن شتبه دي ما يكون. والذي يقوم الليل معناه أنه يضحي براحته من تعب نهاره وهو النوم في سبيل أن يظل مع الله في صحبة واللقاء، اللي يعمل كده برضو يستحي أن يصير. ولا يغضب، يبقى معناها أن موازينه في الحكم بالعقل لا تتأثر بالغضب، لأن الغضب يجعل ملكات النفس تختلط ولا يصح في الحكم فيها. فيبقى اشتراطه في السلام دين عشان إيه؟ سلامة إيه؟ المخلف. فقلنا: وإذا كان إلياس رسولا واستخلفه، أسكت الله على هذا الاستخلاف ولم يغير؟ يبقى إما سكتش ربني، يبقى والله وافق على أن إيه؟ على أن يستخلف، كما وافق لموسى في قوله: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا، يعني معينا يصدقني، ووافقه الله. ثم دام الله، يبقى لأن من رسول، يبقى لأن مولى من رسول، وهذا الرسول ما دام الله سكت عنه وأقر عمله يبقى يكنه إيه؟ مرسل. طب متطوع يعني إيه متطوع؟ قال لك: هو رجل فسد الزمان في أيامه، ثم رأى فساد الزمان لا يصلح إلا برجل له عدالة وله نزاهة في الحكم يحكم الناس، فقال لي: يا ناس، عايزين نتخلص من الفوضى اللي احنا فيها دي، وأنا أعدكم بأن أكفيكم أمركم وأسير فيكم بالعدل. فأوافقوا عليه، يبقى ده اسمه متطوع. لما تطوع بمنهج الله والمنهج اللي الرسول جابه كده، أدي حجة من قال أنه ليس إيه؟ رسول، وحجة من قال إنه رسول إن إلياس إيه؟ استخلفه. ولا بقى الشرط بتاع الصيام النهار وقيام الليل أمر لم يتدخل فيه الشيطان، فأراد الشيطان أن يدخل إليه من ناحية الغضب، فكان يرسل ذريته عشان يغضبوه فما يغضبش، فقال لهم: طب ارفعوا ايدكم وانا ساتولى هذا الامر. يعني ابليس المعلم الكبير بقى يروح عشان يغضبه. كان ذا الكفر لا ينام الا في القيلوله، نوم ليل النهار هو الشاهد في القيلوله، ويامر خادمه والواقف على الباب اللي يمنع الناس في الوقت ده، لانه ما فيش الا هو بينام فيه. فكان الشيطان ابليس يتحين هذا الوقت ويروح يطرق على الباب ويعمل له ضجه ومش عارف ايه، يقول له: مالك؟ قال له: انا رجل ظلمني قومي وعملوا فيا كت 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 كت، وعايز تنهيني من المسائل. يقول له: الا تعلم ان هذا الوقت هو الذي يستريح فيه؟ فتعالى لي في وقت اكون فيه يعني موجود بينكم وانا اخذ. فذهب وقال له ثاني يوم برضه عمل العمليه دي. ثالث يوم وجد الباب مغلقا. فنفد ازاي؟ قال بعض العلماء انه لا، وجد قوة في البيت فاستغلب الحارس، استغفله يعني، وايه؟ ودخل من القوة.
فلما طرق عليه مخضعه قال له ألم أكذا كذا كذا كذا، لكن الباب مغلق فكيف دخلت؟ فتلعثم. قال إذن أنت هو، يعني أنت الشيطان. فعرف وقال والله لقد احتلنا على أن نغضبك فلم نفلح. وذريتي وقفت عند هذا الحد، فقلت لهم أنا، وما دمت لم تغضب فأنا هتركك بإيه لحالك. إذن أدي كل الكلام في مين؟ في ذا الكفل. اللي قال ذا الكفل اللي كفل مريم وكفلها زكريا، واللي قال لا ذا الكفل ده مش هو، مش هو زكريا، ده واحد كده هو تطوع زي ما قلنا حكايه الايه التطوع. هذا الكلام في قصه مين؟ انا لاني اريد ان اجل العلماء عن خلاف في شيء يصح ان نلتقي فيه.